احنا الحضور الحمد لله كويس، يعني تقريبا احنا حوالي 31 دلوقتي، فكويس. دكتور بالنسبة للأسماء نكتب لك إياها على الشاتنج؟ لا ولا تكتب ولا تعمل اي حاجة، انا بعمل لها داونلود، بتنزل لي كل واحد دخل امتى وخرج امتى، تمام تنزل كل التفاصيل يعني. تمام يعطيك العافية. طيب الكلينيكال بايكيمستري او ساعات بنسميها الكيميكال باثولوجي، هي بالمختصر المفيد بتتكلم عن ازاي ان انا بستخدم كيميكال تيست تو دايجنوز سيرتن ديزيز، وهنعرف الكلام ده ديورينج اول المحاضره اللي احنا هنتكلم فيها دي ان شاء الله. اتكلمنا عن الاسسمنت وقلنا 50 و50 وازاي بنقسم العلامات. طبعا ال 50 الاولانيه اللي هي بتاعه المشاركه هتكون في صوره كويزز 30 علامه، واساينمنت 10 علامات، واتندنس 10 علامات، وال 50 الفاينل ان شاء الله يعني ايذر فيزيكال اكزام او اونلاين اكزام هيكون عليهم 50 علامه. فطبعا ما تستهترش بال 50 المشاركه، حاول تحصل اكتر علامه من ال 50 مشاركه بحيث انك تخش في الفاينل تكون مرتاح ان شاء الله في امتحان الفاينل. برضو الجريدنج سيستم انا حطيته على الكورس سيلبس عشان تشوفوه. الجريدنج سيستم بس اللي عايز ااكد عليه اللي قدامكم ده اللي رقمه الجامعي بيبدا من 2018 فما فوق، لكن اللي رقمه الجامعي قبل 2018 بيشتغل على السيستم القديم وبرضه موجود في الكورس سيلبس. الكورس كونتنتس ان احنا الاسبوع ده ان شاء الله هنبدا بالانترودكشن للكلينيكال بايوكيمستري، هناخدها على 5 محاضرات. الريفرنس بوك بتاعنا اللي هو الكلينيكال بايوكيمستري الستريتد كلر تكست بوك ده فيري سيمبل، هيساعدك كتير جدا ان شاء الله لو حد اشتغل في مستشفى او في مختبر تحاليل على اعتبار انك كلينيكال فارماسيست، هيفيدك جدا الكلينيكال بايوكيمستري. برضو في بوكلت اللي هو عباره عن ملخص المحاضرات بتاعتنا البرزنتيشن او السلايدات اللي هي موجوده على المحاضرات، فايفن ان انت حتى ما لحقتش تحضر المحاضره انف انك انت تذاكر من الكتاب، نفس ترتيب الكتاب او البوكلت هو هو بنفس المحاضرات اللي احنا ماشيين بيها. طيب ايه هي الكلينيكال بايوكيمستري او ساعات هتلاقوا اسمها كلينيكال كيمستري او كيميكال باثولوجي، انا افضل اسم بحبه هو الكيميكال باثولوجي. كلمه باثولوجي في الميديسن ان الفيزيشن او الطبيب بيسال الهيستوري بتاعه البيشنت او بيعمل بعض الفحوصات الفيزيكال، يعني يمسك صدره يسمع بالسماعه يخبط على ظهره بحيث انه يعرف المريض ده بيشتكي من ايه. لما نزود لها كلمه كيميكال، كيميكال معناها ان انا هعمل كيميكال رياكشنز، وهو ده اللي بيحصل في الكلينيكال بايوكيمستري او الكلينيكال كيمستري. انا مجرد ان انا بعمل كيميكال رياكشن في سامبل انا ساحبها من البيشنتس بتديني ريزلتس، الريزلتس دي بتوصلني للانتربريتيشن. انا يهمني جدا ازاي تعرف تعمل انتربريتيشن، لما تشوف اللابوراتوري ريزلتس تعمل انتربريتيشن للحاله دي. يعني مثلا اشهر حاجه حاليا هي موضوع الكورونا فيروس مثلا، ازاي اقدر لما البيشنت يجيب لي سي بي سي او صوره دم او يجيب لي تحاليل هو عملها في البلد اقول على ان الحاله دي سسبكت انها تكون كورونا فيروس من غير ما يعمل بي سي ار. في بعض التحاليل هقراها او بعض الريزلتس هقراها، بناء على الريزلتس وبقارن الريزلتس دي بالنورمال رينج اقدر اقول ان ده ممكن يكون سسبكت ان هو كورونا فيروس. بتقيس على الموضوع ده كل حالات الديس اوردرز. يبقى ايه هو الكلينيكال كيمستري او الكلينيكال بايوكيمستري؟ هو برانش من اللابوراتوري ميديسنز بنستخدم فيها كيميكال اند بايوكيميكال ميثودز بنستخدمها عشان اعمل ستادي للديزيز، سواء ان انا بعمل دايجنوزس يعني بشخص المرض او بعمل فولو اب للديزيز او بعمل سكرين لديزيز معين، وهنشوف اليوزز اوف كلينيكال بايوكيمستري. وي ويل ديسكرايب هاو ذا ريزلتس اوف بايوكيميكال اناليسيز ار انتربريتيد، يعني انا عايزك تعرف تقرا الريبورت، ماليش علاقه ازاي بتعرف تعمل التيست، يعني ما يهمنيش الجهاز اللي انت هتشتغل بيه، اللي يهمني اكتر ازاي تقرا الريزلتس. قبل ما اكمل اي حد عنده سؤال وانا شغال يقدر يوقفني ويسال، مفيش مشكله يفتح المايك ويسال. اتفقنا؟ يبقى الفوكس بتاع الماده ان انا بتكلم عن الانتربريتيشن rather than البرفورمانس، يعني انا يهمني ازاي تقرا التقرير اللاب ريبورت
اكتر ما يهمني انك انت ازاي تعرف تعمل الاناليسز ده. امتى هتعرف تعمل الاناليسز؟ لما تاخد الكلينيكال بايكيمستري لاب، او هتاخد حاجه اسمها الميثودولوجي اللي هو التكنيك، التكنيكس اللي بنشتغل بيها. بنستخدم الكيميكال باثولوجي في ايه او الكلينيكال بايكيمستري في ايه؟ طبعا اهم حاجه الدايجنوزيس اوف ديزيز. بيجي لي مريض بيشتكي من اعراض السكر ان هو عنده دايابيتس، فالدكتور يعمل له ريكويست، يطلب منه ريكويست ان هو يعمل التحاليل المعينه دي، اعمل لي التحاليل دي. بعد ما بيعمل التحاليل او البايوكيميكال اناليسز يرجع للدكتور اكوردنج للريزلتس اللي طالعه من اللاب ريبورت، الدكتور بيقرر هل ده دايابيتك ولا نوت دايابيتك. طبعا قيس على كده ميني ديس اوردرز بنفس الطريقه دي. بنستخدم الكلينيكال بايوكيمستري او اللابوراتوري كيمستري، بنستخدمها في الكنترول للتريتمنت. اشهر حاجه الناس اللي عندهم الهايبر ليبيديميا اللي هو عنده الكوليسترول مثلا عالي، مريض القلب اللي عنده مايوكارديال انفاركشن او عنده الاثيروسكليروسيس، دايما مريض الهايبر ليبيديميا الدكتور يقول له اعمل التحليل كل 3 شهور او كل شهرين، تعمل لي التحليل وترجع لي بيه تاني عشان ازود لك الجرعه، اقلل الجرعه، يبقى انا بعمل بيه كنترول للتريتمنت. البروجنوزيس والسكريننج، البروجنوزيس والسكريننج مثلا لو انا عندي بوبوليشن معين، بلد معين انا متوقع ان يكون عندها ديس اوردر، فباجي اعمل ايه؟ بعمل لهم اناليسز لحاجه معينه عشان اشوف المرض ده موجود عندهم ولا مش موجود. سكريننج زي الكانسر مثلا، السكريننج اللي هو السيرفي، كاني بعمل سيرفي، بنيجي على بوبوليشن معين وليكن جامعه عمان الاهليه كلها، عايزين نشوف مين في الفيميل عندهم بريست كانسر، فبنيجي نعمل ناخد عينه بلاد من كل الفيميلز ونعمل لهم تيست معين في البلاد بنسميه الكانسر انتيجين 19.3، هناخده طبعا. اللي يطلع بوزيتيف يبقى سسبكت ان هو عنده كانسر. بلاش موضوع الكانسر، ممكن نتكلم عن الكورونا فيروس. هما ايه اللي بيعملوه حاليا في الكورونا فيروس؟ هو بيعمل سكريننج، بينزل الشارع بياخد مسحات او بياخد سواب من البيشنت او من البيبول العاديين اللي هم مش بيشنت، ويروح يعمل كيميكال تيست اللي هو البي سي ار، واكوردنج للريزلتس اللي بتطلع عنده بيقول هل في كورونا ولا مفيش كورونا. يبقى عمليه السكريننج مهمه جدا كفانكشنز او يوزز من الكلينيكال بايوكيمستري. في الريسيرش كل عمليات الريسيرش اتفضل. شلون اعرف اذا هذا المريض عنده كورونا فيروس او لا؟ بنعمل تيست اسمه بي سي ار او البوليمريز تشين رياكشن. هو عباره عن ان انا بشوف الدي ان اي او الار ان اي بتاع الفيروس موجود ولا مش موجود. طبعا انتوا عارفين ان الفيروس عباره عن كوت بروتين جواه دي ان اي او ار ان اي، بس الفيروس بره الخليه او اوتسايد ذا سيل سوليد، عباره عن كريستلز، ما هوش كائن حي اصلا. وانس ان هو دخل السيل يبدا يحصل ريبليكيشن للفيروس مع السيل او مع الهوست سيل، فالدي ان اي او الار ان اي بتاع الفيروس يحصل له ريبليكيشن. انا بعمل التست ازاي؟ ان انا بعمل ديتكشن للار ان اي بتاع الفيروس ده، بمسكه واشوف كميته قد ايه. لو لقيت كميه الار ان اي كتيره معناها ده بوزيتيف، ده عنده الفيروس موجود، لان الار ان اي بتاع الفيروس موجود. ما لقيتش الار ان اي معناها نيجاتيف، اللي هم بيسموها نتيجه سلبيه، ما عندوش الفيروس. ودي هتاخدوها ان شاء الله في حاجه اسمها الموليكولر تكنيك او البي سي ار اللي هو البوليمريز تشين رياكشن. في تحاليل تانية بنعملها للكورونا. اتفضل. ممكن تسأل دكتور؟ اتفضل. شو الفرق بين البروجنوزز والسكريننج؟ ممتاز. البروجنوزز انا متوقع ان في مرض موجود بس انا ما اعرفوش ايه هو المرض ده، تمام. لكن كلمه سكريننج انا بدور على ديزيز معين، يعني انا بعمل تيست لديزيز معين. البروجنوزيس ممكن اكون بعمل مثلا 10-15 ديزيز. نعم، ممكن البروجنوزيس ان جنرال يعني وسكريننج على مرض معين. برافو عليك. البروجنوزيس ممكن اعمل ل 15-20 ديزيز، عايز اشوف البلد دي مشهوره بانه نوع من الديس اوردرز. مثلا مصر مشهوره كان عندها زمان البلهارسيا، فييجوا يعملوا بروجنوزيس للبلهارسيا، يشوفوا الديزيز ده طبعا قبل ما يعرفوا يعني ايه بلهارسيا، يعملوا بريدكشن، يتنبؤوا ان في ديزيز اسمه بلهارسيا موجود في مصر. لكن لما اجي اعمل سكريننج انا بروح على مجتمع معين او بوبوليشن معين، بعمل سكريننج لسيرتين ديزيز، لديزيز معين، عن طريق ان انا عارف الماركر بتاعه. الماركر ده لو موجود يبقى الديزيز ده موجود. الساينتفك ريسيرش، وده كلام مهم جدا، ان كل دكتور. ايوه اتفضل. ما اقاطعك بس انا مو فاهمه، يعني ليش يشوفون بالار ان اي ما يشوفون بالدي ان اي؟ لان الفيروس الكورونا هو ار ان اي مش دي ان اي،
ما هو احنا الفيروسات بنقسمها لنوعين، دي ان اي فيروس وار ان اي فيروس. الدي ان اي فيروس زي الهيباتيتس بي مثلا، ده اسمه دي ان اي فيروس لان الجينيتك ماتيريالز بتاعته عباره عن دي ان اي. لكن الار ان اي فيروس زي الهيباتيتس سي وزي الكورونا فيروس وزي الايدز، دول ار ان اي فيروس، الجينيتك ماتيريالز بتاعتهم ار ان اي مش دي ان اي. فانا بكشف عن الار ان اي. فهمتي دكتور؟ يعني هسه هو الان ار ان اي ماكو فاكسين؟ لا، الفاكسين ملوش علاقة بالجينيتك ماتيريالز. الفاكسين دايما بيبقى أجينست البروتين ماتيريالز اللي هو الكوت بتاع الفيروس. يعني دايما أي فاكسين إحنا بناخده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الكوت وذوت جينيتك ماتيريالز. فأنا لما دخل الكوت للهيومن بادي، الجسم الإنسان بيقوم مخرج أنتي باديز أجينست الكوت ده. بس هل الكوت لوحده، الكفر لوحده ده بيعمل إنفكشن؟ لا، ما بيعملش إنفكشن. يعني زي ما اتفقنا، الفيروس عبارة عن بروتين كوت كفر يعني، وجواه جينيتك ماتيريال. لو انا شلت الجينيتك ماتيريال من الفيروس صار الفاكسين، هو ده الفاكسين. لما تديلي للشخص المناعه تطلع انتي باديز اجينست البروتين، فوانس ان الفيروس دخل الجسم المناعه تاكل البروتين الموجود. طيب الريسيرش، احنا كل عمليات الريسيرش، كل الببليكيشنز، كل البوست جراديويت ستاديز، سواء فارماكولوجي، توكسيكولوجي، مايكروبيولوجي، بايوكيمستري، كل ده بيستخدم الكلينيكال بايوكيمستري. لان في الاخر انا بطلع تحاليل، بعمل تحاليل معينه وبطلع ريزلتس، بعمل ستاتستكس او ستاتستيكال اناليسز للريزلتس دي واطلع بديسيجن في الاخر. فاحنا بنستخدم الكلينيكال بايوكيمستري في المجالات دي. يعني ببساطه انا بستخدم الكلينيكال بايوكيمستري في الدايجنوزس طبعا، التريتمنت او الكنترول للتريتمنت، السكريننج، البروكنوزس. واتفقنا كمان ان كل الابحاث او كل الساينتفك ريسيرش based on clinical biochemistry، فهي مادة مهمة جدا انكم تاخدوها كclinical pharmacist، هتفيدك جدا في research اللي عايز يكمل ان شاء الله post graduate. accordingly ال biochemical test اللي بتتعمل، انا بقسم المختبرات لنوعين، في core lab، core lab و specialized lab. كلمة core lab يعني المفروض اللاب عشان يفتح، عشان افتح مختبر على الاقل يكون بيعمل التستات دي او البايوكيميكال تيست دي. لكن في ادفانسد لاب او سبيشالايزد لاب، زي مثلا اللاب اللي هيحلل الكورونا، ما ينفعش اروح على اي لاب في الشارع واقول له انا عايز اعمل عينه كورونا. طبعا في سبيشالايزد لاب للكلام ده. في بعض الفيتامينز، مش كل اللابز بتعمل الفيتامينز او بتعمل لايبوبروتين الكتروفريسيس، فدي بتكون ادفانسد لاب، فبنسميها سبيشالايزد تيست او سبيشالايزد لاب. لكن الروتين لاب المفروض على الاقل يعمل الالكترولايتس اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم، الكالسيوم، الكلورايد، البايكربونات. على الاقل لازم يعمل الرينال فانكشن تيست والليفر فانكشن تيست، يعمل المايوكارديال انفاركشن للحالات دي ايمرجنسي، يقيس الجلوكوز، يقيس سي ار بي، يقيس اللي هو السي رياكتيف بروتين، يقيس الكوليسترول، يقيس الاميليز بتاع البنكرياس. طبعا كل الحاجات دي بالنسبه لودانكو او سمعكم دلوقتي غريبه، انت اول مره تسمع عن الكلام ده، لكن ان شاء الله لما ناخدها هتبدا تبقى دارجه على سمعك يعني، وتبقى سهله بالنسبه لك. في نقطه مهمه لازم انبه عليها، كل الكلينيكال بايوكيمستري هتمشي بالابريفيشنز، بالاختصارات. يعني طول ما انا ماشي كده هكلمكم يعني ايه ال دي اتش، يعني ايه سي كي، يعني ايه است، يعني ايه الت، فاهمين؟ فكل الشغل بتاعنا هيكون بالاختصارات، لان الريكوست بيجي بالاختصارات، والريبورت اصلا بتقراه بالاختصارات بالابريفيشنز. مكان الكلينيكال بايوكيمستري فين؟ السيركتس بتاعه الكلينيكال او اللي بيسموها الميديكال انتجريشن. طبعا انت مكانك في المستشفى هو المختبر، لو انت كلينيكال بايوكيمستر هتكون في المختبر. وظيفتك ان الدكتور او الفيزيشن بيروح يعمل الفيزيكال اكزامينيشن، يفعص في المريض، يعني يشوف المريض عنده ايه، بيكح، يسمع بالسماعه، يرفع له رجله، ينزل رجله، اللي هي الفيزيكال اكزامينيشن. فيكون عنده question أو يشك إن البيشنت ده بيشتكي من مرض معين، تمام؟ يعني مثلا خلينا ناخد مثال، مريض عنده السكر بيشتكي من أعراض مرض الدايبيتس. طبعا أشهر signs للدايبيتس إن المريض بيخش الحمام كتير، وعنده dry mouth، وعطشان، بيعطش، عنده dry mouth وعلى طول عنده thirst، بيعطش على طول. فإيه اللي هيحصل؟ هيروح للدكتور يقول له physical examinations دي، فالدكتور يشك ان هو هيكون عنده دايبيتس، فيعمل ايه؟ يطلب تحاليل، يطلب من المريض ده ان هو يروح يعمل
تحاليل. يبقى أول حاجة هتجيلك من الفيزيشن أو من الكلينيشن هي request form. كلمة request form يعني الورقة اللي مكتوب فيها اللاب أو اللابوراتوري أناليسز اللي أنت تعملها للبيشنت. تمام؟ طيب جي البيشنت للمختبر مع request form. تاني حاجة إيه اللي هتحصل؟ إنك هتاخد منه سامبل. بالضبط، هاخد من البيشنت سامبل، سواء بقى يورين سامبل، بلاد سامبل، تيشو سامبلز، ممكن شعر، باخد منه شعر هير، باخد منه سواب من النوز او من الثرو زي الكورونا، بناخد منه مسحه يعني. يبقى انا الخطوه الثانيه هي السامبلينج. يبقى الخطوه الاولى هي الريكويست فورم اللي جايه لي من الدكتور، الخطوه الثانيه هي السامبلينج. السامبل بعد كده بنروح نوديها ل المكان اللي بيحصل فيه اناليسز، سواء اللاب بقى موجود في نفس المستشفى او موجود خارج المستشفى. بعد ما بنعمل الاناليسز بنبدا نعمل ريبورتنج. ريبورتنج يعني ننزل الريزلتس او نكتب الريزلتس، نجمع الريزلتس مع بعض. والمفروض ان انت ككلينيكال فارماسيست تكتب الانتربريتيشن بتاعك. يعني ايه الانتربريتيشن؟ انا سسبكت ان البيشنت ده عنده دايابيتس، كويس، او ريكومند ان هو يعمل تيست تاني، اخليه يدخل المعمل يعمل تيست تاني غير التيست اللي كاتبه الدكتور ده. ودايما هتشوفوا في اللاب ريبورت في الاخر كده حاجه اسمها الكونكلوجن. مين اللي بيكتب الكونكلوجن؟ هو الكلينيكال، هو انت اللي بتكتب الكونكلوجن. بعد ما بتكتب الكونكلوجن وتجمع كل الريبورتس بتاعت البيشنت، بترجعها تاني للدكتور، فالدكتور يجاوب على السؤال بتاعه، خلاص ده اكيد دايابيتس، فابدا اديله تريتمنت على الدايابيتس. يبقى احنا دورنا فين هنا؟ دورنا في السامبلينج، ازاي هجمع السامبل، وده هناخده ان شاء الله في اليونت اللي احنا شغالين فيها دي. في العملي هتاخده ازاي بتعملوا الاناليسز، كويس. دورنا في الكواليتي كنترول، ازاي اعرف ان الريزلتس بتاعتي دي صح ولا غلط، ودي هناخدها في يونت 1. وبعدين دورنا ان انا اعمل انتربريتيشنز، دي هناخدها في جميع اليونتس اللي احنا شغالين فيها. ازاي اعرف ان الكيدني شغاله صح، اعرف ان الليفر شغال صح، اعرف ان البنكرياس شغال صح. هنعمل assessment للبادي اورجانز، وبعدين هرجع الريزلتس بتاعتي او الانتربريتيشن بتاعي للدكتور. يونت 1 انا ههتم جدا بالسامبلنج، لازم اعرف ازاي بعمل سامبلنج، وههتم ازاي اعمل كواليتي كنترول. يعني ايه كواليتي كنترول؟ يعني الريزلتس بتاعتي دي حقيقيه ولا مش حقيقيه، الريزلتس بتاعتي دي صح ولا غلط، وازاي اتاكد ان الريزلت دي صح. ابسط مثال هقوله لك، المفروض ان اللي بياخد السامبل شخص، واللي بيعمل اناليسز شخص تاني خالص. المفروض ان الشخص اللي بيعمل اناليسز ما يكونش عارف السامبل دي جايه من انه بيشنت. مثال بسيط، لو انا عارف ان السامبل دي جايه لي من دايابيتك بيشنت، ولقيت السكر بتاعها او الجلوكوز بتاعها لو قليل 70 مثلا، وانت عارف ان النورمال فوق ال 100، لو انا عارف ان السامبل جايه لي من مريض دايابيتك، هشك في الريزلتس بتاعتي، هقول الريزلت بتاعتي غلط، انا الشغل بتاعي غلط، مظبوط. فديجي ممكن تغير الريزلت مانوال، تقوم مغيرها بدل 70 تحطها 100. ده بنسميه باياس، بنسميه باياس، بي اي اي اس. كلمه باياس يعني تحيز، يعني انت عشان عارف ان السامبل جايلك من مريض دايابيتس تحيزت انك انت ترفع البلاد جلوكوز ليفل بتاعها، لكن مش هو ده المطلوب. المطلوب ان انا اشتغل السامبل وداوت اني انفورميشن عن البيشنت. يعني انا بطلع السامبل بتاعتي للكلينيشن او سوري للتكنيشن اللي بيشتغل، ما يعرفش هل السامبل دي لطفل، لحد كبير، لدايابيتس، لنورمال، لميل او فيميل. هو ما عندوش اي معلومه عن ان السامبل دي جايه منين، هو جاست انه بيعمل الكيميكال اناليسز، التست بتاعه بيعمله ويطلع لي الريزلتس. طيب هعرف منين الريزلتس بتاعتي دي ريل، ريزلت حقيقيه؟ هعرفها منين؟ من الكواليتي كنترول. ان انا هيكون عندي كنترول، وهنعرف طبعا الكلام ده واحنا شغالين. الكنترول ده لما بعمل له رن على الجهاز يطلع لي ريزلتس، المفروض الريزلتس دي ماتشنج مع الريبورتد ريزلتس. اتفقنا؟ فده الدور بتاعنا مهم جدا في عمليه الكواليتي كنترول، وفي عمليه السامبلنج مهم جدا الكلينيكال بايكيمستري يكون عارف النقطتين. عفوا دكتور، اتفضل. بس ممكن تعيد الكواليتي كنترول؟ ما فهمت كيف. تمام، الكواليتي كنترول هناخدها في سلايدز، تو سلايدز، هنعرف ازاي بنعمل كواليتي كنترول. يعني مثال بسيط، انا بحط السامبل في الجهاز من ناحيه، من ناحيه التانية بيطلع لي ريزلت، مظبوط كده؟ طيب مين قال لي ان الريزلتس دي حقيقيه؟ يعني اعرف منين ان الريزلتس دي هي الليفل بتاع البلاد جلوكوز جوه الدم؟ مش ممكن يكون الجهاز بتاعي فيه خطا؟ مش احنا ممكن عفوا احنا بنعمل كنترول للجهاز قبل ما نحط العينه. برافو عليكي، بنعمل كنترول للجهاز
وبنعمل كواليتي كنترول على السامبلينج. يعني مثلا ما ينفعش اخد سامبلينج فيها هيموليسيز، ما ينفعش الدكتور يكون قايل لي اعمل له فاستنج بلاد جلوكوز والبيشنت يكون جاي واكل، مظبوط؟ ما هو ده كله كواليتي كنترول. بعمل حاجه اسمها ران كنترول. ايه هو الران كنترول؟ هي فايل كده فيها كل البارامترز اللي بيقيسها الجهاز زي الستاندرد. مش انت اشتغلت بحاجه اسمها ستاندرد؟ الستاندرد ده بعمل ران عليه واشوف الريزلتس طالعه نفس الريزلتس بتاعت الستاندرد ولا لا. ده مش كده وبس، ده انا بودي السامبل بتاعتي لاكسترنال لاب، يعني السامبل اللي انا قستها دي بوديها اللاب تاني، مختبر تاني يعمل نفس التحليل وقارن ريزلتس ببعض، اقارن الريزلت بتاعتي بالريزلت بتاعت اللاب الاخر، ودي بنسميها الاكسترنال كواليتي كنترول. هتيجي تاني النقطه دي ما تقلقوش. في هذا في حال اذا شكيت في النتيجه مالتي ولا طبعا بشكل روتيني؟ ده روتيني، برافو عليك، ده سؤال كويس جدا. مش انك انت تشك، لا، ده شغل روتيني. لازم ان انا بعمل حاجه اسمها ران كنترول. كلمه كنترول يا شباب، كلمه كنترول يعني ستاندرد. يعني مثلا جاي الشركه جايبه لي كنترول البلاد جلوكوز ليفل او كنترول بتاع الجلوكوز 100، يعني المفروض لما اقيس الجلوكوز في السامبل دي يطلع 100، اتفقنا؟ طبعا هو بيديك رينج، يعني يقول لك مثلا من 98 ل 102. لو الجهاز بتاعك طلع الجلوكوز within this range يبقى انت كده qualified، يبقى الجهاز بتاعك شغال كويس، فاهمين؟ لكن السامبل اللي جايالي من بره دي unknown، انا ما اعرفش تركيز الجلوكوز فيها قد ايه، واضح؟ يبقى كلمة control يعني known concentration، يعني sample with known concentration. مين اللي بيجيبها لي؟ السبلاير او الشركة اللي مش شغالة الجهاز بتجيب لي حاجة اسمها vial اسم control. So يبقى احنا دلوقتي هنواجه ثلاث حاجات في اليونت دي. اول حاجه هي السبيسمن كوليكشن، ازاي بنعمل تجميع للسامبل للعينه اللي قلنا دي وظيفتك انت ككلينيكال. ازاي بنعمل كواليتي كنترول، دي الخطوه الثانيه هنعملها. واخر حاجه ازاي بنعمل انتربريتيشن للريزلت، ده برضه هنقوله في الشابتر ده. يبقى اليونت دي او اليونت 1 هتتقسم ل 3 سيكشنز. اول حاجه ايه هي السامبلنج، ازاي بنعمل سامبلنج، وازاي ان انا اكسبت السامبل، امتى اعمل اكسبت السامبل وامتى اعمل لها ريجكشن ارفضها لانها هتطلع لي ايرور في الريزلتس، ده من الكواليتي كنترول. وبعدين ازاي هعمل انترنال اند اكسترنال كواليتي كنترول. الخطوه الثالثه والاخيره ازاي هعمل انتربريتيشن، هقرا الريبورت ازاي، هنقرا الريبورت ازاي. كلمه سبيسمن او السامبل طبعا بنحتاجها هيماتولوجي، مايكروبيولوجي، فيرولوجي، ايمونولوجي، هيستوباثولوجي، كل الحاجات دي كلينيكال، كل الحاجات دي كلينيكال باي كيمستري. يعني مثلا الهيماتولوجي اللي هو صورة الدم، البلاد جروبينج، واحد عايز يعرف البلاد جروب بتاعته ايه، تمام؟ الاي اس ار اللي هو سرعة الترسيب، ده بنسميه هيماتولوجي. السيولة البي تي والبي تي تي، الدي دايمر اللي هم بيشتغلوه دلوقتي ليه فيروس الكورونا، كل ده امراض هيماتولوجي، كل دي حاجات هيماتولوجي. طيب ايه هي المايكروبيولوجي؟ لما بنعمل حاجة اسمها كلتشر، عارفين المزرعة؟ واحد يقول لك انت عايز تعمل مزرعه من الثروت، من الزور، يورين كلتشر، مزرعه من اليورين، بلاد كلتشر، واحد عنده جرح مجروح مثلا وهنعمل له مزرعه من الجرح، ده اسمه مايكروبيولوجي. فيرولوجي زي البي سي ار اللي اشتغل، اللي انت اللي اتكلمنا عنه، عن الكورونا والهيباتايتس بي والهيباتايتس سي، كل ده بنسميه فيرولوجي. اميونولوجي ان انا اقيس اجسام المناعه، الاي جي جي او الاي جي ام، انتوا كلكم واخدين مايكروبيولوجي المفروض. الهيستوباثولوجي، كلمة هيستوباثولوجي دي بتنفعنا جدا في عملية الكانسر دايجنوزيس، ان انا باخد قطعة من الكانسر كويس واروح اصبغها بسيرتن دايز بصبغات معينة واشوفها تحت الميكروسكوب، ده بنسميه هيستوباثولوجي. كل انواع السامبلز دي، كل انواع السامبلز دي محتاجة سيرتن اتنشن، لازم اخد بالي وانا بسحب السامبل، لان لو سحبت السامبل غلط او خزنت السامبل غلط معناها الريزلتس اللي هتطلع كلها فيها ايرور او خطا. سو لابوراتوري اناليسز، امتى تديني اليوسفل ريزلتس او تديني ريل ريزلتس؟ اف ذي ار بيرفورمد اون سبيسمن ذات هاز بين بروبابلي كولكتد، جمعت السامبل صح، مينتيند صح، يعني عملت لها تخزين صح. يعني ما ينفعش اخد البلاد سامبل واسيبها في الشمس، او مثلا اخد البلاد سامبل وما افصلش سيرم عنها، وده هنقوله كله بالتفصيل دلوقتي. يبقى اول خطوه لازم السامبل تكون جايه لي صح، لو السامبل غلط اعمل لها ريجكشن عشان ما تطلعش ايرور في الريزلتس.
So criteria of the specimen to be acceptable. يعني إيه هي الحاجات اللي أنا محتاجها تكون في السامبل عشان أعملها acceptance أقبلها. طبعاً لازم أول حاجة يكون label. label يعني السامبل دي بتاعت مين؟ صح ولا لا؟ لازم أعرف السامبل دي بتاعت مين؟ هل الشخص ده ميل ولا في ميل؟ اللي هو بنعمله في الريسبشن لما بتكون أنت رايح مختبر أول حاجة بياخد منك البيانات بتاعتك. نعم؟ الاسم بالضبط. برافو عليك برافو عليك. لازم أعرف الاسم، السن، الايج، السكس ميل ولا في ميل، اسم الدكتور اللي بعتك، مين الدكتور اللي بعتك، التليفون، رقم التليفون، ايه نوع التحاليل اللي انت عايزها، ايه هي اللاب تيست اللي انت عايزها. تمام؟ طبعا الكلام ده كله عشان اعمله ليبل والزقه على تيست تيوب صعب جدا. فمعظم اللابات دلوقتي بتستخدم حاجه اسمها الباركود ليبل. يعني ايه الباركود ليبل؟ يعني انا باخد كل البيانات وكل الانفورميشنز من البيشنتس واحطها على الكمبيوتر، في سوفت وير معين بيقوم مطلع لي باركود. عارفين الباركود طبعا؟ الباركود ده بنلزقه على التست تيوب، ودي معروفه خلاص. لما اجي اقراها بالسكانر معروف مين البيشنت ده وسنه وعمره والسكس بتاعه ميل ولا في ميل، وكمان ايه هي انواع التحاليل اللي انت عايز تعملها. المفروض اللي بيعمل اناليسز ما يكونش عارف، لكن اللي بيعمل ريسبشن اللي بيستقبل المريض لازم يكون عارف. تمام؟ يعني انا بعد ما خدت المعلومات من المريض بطلع باركود. لما الباركود ده بيطلع للشخص اللي بيعمل الاناليسز هو مش عارف الباركود ده بتاع مين، هو مجرد ان هو بيشتغل، وده اللي بنسميه البلايندنس تكنيك. بلايندنس يعني اعمى، ما يعرفش هو شغال على ايه. لو انا جايالي بلاد سامبل بلاد لازم ما يكونش فيها هيموليسز، يعني ما يكونش فيها تكسير لكرات الدم، ودي هنشوفها دلوقتي في الصور يعني ايه هيموليسز، وهنعرف ازاي الهيموليسز بتاثر على اللابوراتوري ريزلتس. لما تكون السامبل مطلوبه ما يكونش فيها كواجوليشن، انتي كواجوليتنج بلاد سامبل، لازم ما يكونش فيها كلوتينج. بمعنى ايه؟ السامبلز اللي بنستخدمها عشان السي بي سي، صوره الدم، السي بي سي اللي هي عمليه صوره الدم، دايما السامبل دي لازم تكون فري اوف اني كلوتينج، ما فيهاش اي كلوت. لان اصلا السيل كاونتر الجهاز اللي بيعد الار بي سيز هو معتمد على ان الار بي سيز تكون انديفيدوالز، ما يكونش فيه اجريجيشن للار بي سيز مع بعض. فطبيعي لو في كلوتينج، لو في كلوت في السامبل هيحصل انسداد في الجهاز، الجهاز هيبوظ اولا وهيديك ايرور في الريزلتس، هيطلع لك عدد الار بي سيز غلط. يبقى اصلا انا محتاج ان انا اعد الار بي سيز واعد الوايت بي سيز واعد البليتلت، يبقى لازم اكون فري اوف اني كلوتينج، مفيش كلوتينج حصل في البلاد سامبل. سو الانتي كواجوليتنج بلاد سامبلز must be free of any clots، ما يكونش فيها اي كلوت. السامبلز must be delivered to the lab. نعم. بالنسبه للانتي كواجوليتد هذه اللي هي اللي هي الماده تكون بالتيوب نفسه، صح؟ اللي ناخذ السامبل. برافو عليك برافو عليك، مزبوط. هناخدها دلوقتي، هناخد الانتي كواجولانت. تمام معك. لازم انقل السامبل للمكان اللي هيحصل فيه اناليسيس بسرعه. ما ينفعش مثلا ان انا اكون في مستشفى واسحب من المريض السامبل بتاعته واسيبها في الغرفه بتاعت المريض واسيبها لتاني يوم. لازم تروح للمكان اللي هيحصل فيه اناليسيس، لان بيحصل حاجه اسمها سيباريشن، بنفصل السامبلز من بعضها وبنبدا نخزن السامبلز ازاي. طبعا التيوب اللي بستخدمها او الكونتينر اللي بحط فيه السامبل لازم يكون فري اوف اني كونتامينيشن، مفيش لا مايكروبيال او كيميكال كونتامينيشن. ما ينفعش تيجي التيوب فيها اي حاجه سواء كيميكال او مايكروبيال كونتامينيشن. لازم تكون ستورد بروبابلي، يعني السامبل اتخزنت صح. بعض البارامترز اللي بقيسها بتتاثر باللايت، يعني الضوء بيكسرها مثلا، زي حاجه مشهوره جدا اسمها البلروبين. تسمعوا عن البلروبين؟ البلروبين اللي هو الصفرة اللي بيعمل حاجه اسمها جونز. ايوه برافو عليك، بتاع الصفرة. اصلا احنا لما بنيجي نعالج مريض الصفرة بنحطه تحت اللايت عشان اللايت بيكسر البلروبين ده. طب لو انا هقيس البلروبين في السامبل، بقيس البلروبين. ايوه الصفرة اللي هي تي حق حديثين هذيل الولادة، هي بالظبط. برافو عليك، هي دي، وهناخدها طبعا في الليفر ديزيز، هي دي اللي بتيجي لحديث الولاده. لما الجوندس او الصفرة بتيجي لحديث الولاده ايه اللي بيحصل فيها؟ هو البيبي بيكون عنده كميه كبيره من البلروبين. تمام؟ عشان اعالجه بحطه تحت لايت، بحطه تحت ضوء معين. الضوء ده بيكسر البلروبين، يعني بمعنى اصح ضوء الشمس او ضوء اللمبه العاديه بيكسر البلروبين.
لو انا بقيس البلوروبين في بلاد سامبل، يعني انا سحبت البلاد من البيشنت وعايز اقيس فيه البلوروبين وسبت السامبل دي في اللايت، ايه اللي هيحصل للبلوروبين هنا؟ هيتكسر. هيتكسر بالظبط لما اجي اقيس البلوروبين. هي علاجها بالسن لايت او اللايت بشكل عام. بالظبط. فمعناها ان لو السامبل بتاعتي اتعرضت للضوء البلوروبين هيتكسر، تمام؟ يبقى لما اجي اقيس البلوروبين في السامبل دي مش هلاقي بلوروبين. طب هل الريزلت دي حقيقيه ولا في ايرور هنا حصل؟ طبعا في ايرور حصل. في ايرور حصل. ايه هو الايرور؟ ان انا سبت السامبل في اللايت لغايه ما اتكسرت، جيت اقيس البلوروبين لقيته نيجاتيف، لقيته مش موجود. بس هل النيجاتيف دي حقيقيه؟ البيشنت قدامي اصفر، يعني البيشنت قدامي جسمه مصفر. جيت اسم الريزلت يعني الريزلت خطا اساسا. برافو عليك. هنسمي الريزلت دي فولس نيجاتيف. بنسمي الريزلت دي ايه؟ فولس نيجاتيف. فولس نيجاتيف معناها ان البيشنت عنده بلوروبين وانا قست البلوروبين في السامبل بتاعته لقيته نيجاتيف. طب ايه السبب اللي خلى النيجاتيف ده؟ الايرور اللي حصل ان السامبل بتاعته تعرضت لللايت، تمام؟ يبقى الاستورج بتاع السامبل مهم جدا. لما باجي اسحب السامبل على انتي كواجولانت لازم احافظ على الريشيو ما بين الانتي كواجولانت وما بين البلد، ودي هناخدها بالتفصيل لما مثلا بنيجي نعمل حاجه اسمها الاي اس ار. الاي اس ار اللي هو اسمه سرعه الترسيب، مش عارف تسمعوا عنه ولا لا، اسمه سرعه الترسيب. بنحافظ على الريشيو ما بين الانتي كواجولانت يكون 1 مل مثلا ويكون البلد 4 مل، يبقى لازم احافظ على الريشيو دي. فدايما بتلاقوا التيوب بتاعت الاي اس ار، التيوب بتاعت الاي اس ار بيكون فيها 0.4 مل من الستريت اللي هو الانتي كواجولانت، بنضيف عليهم 2 مل من البلد، يبقى انا بحافظ ما على ريشيو ما بين 4 ل 1. تمام. ايه هي انواع السامبل؟ طب النقاط اللي قلناهم قبلهم السبع نقاط اللي توا ممكن نقول هذه اخطاء شخصيه مش اخطاء يعني مخبريه. برافو عليك. يعني دي بيسموها اناليتيكال ايرور. برافو عليك. ده بنسميها اناليتيكال ايرور. ما هو الايرور ده هنقسمه دلوقتي بعد ما اخلص الانترودكشن دي، هناخد حاجه اسمها بيولوجيكال فاريشن واناليتيكال فاريشن وهنتكلم عنهم. برافو عليك. هو الايرور ده انا عايز ابعد عنه، مش انسترومنتال ايرور. الانسترومنتال ايرور هيخش في نفس الجروب دي، بنسميه مع بعض اناليتيكال ايرور. خلاص. هناخد حاجه اسمها الاناليتيكال ايرور وهناخد حاجه اسمها البيولوجيكال ايرور ونعرف الفرق ما بينهم، يمكن بكره ان شاء الله يعدوا علينا. طيب ايه هي انواع السامبلز؟ سهل جدا ان انتوا اكيد كلنا شفنا السامبلز. في عندي بلاد سامبل، في عندي يورين سامبل ودي اسهل سامبل بناخدها من البيشنت، في الستولز او الفيسز، في السيريبروسباينال فلويد ان انا اخد سامبل من النخاع الشوكي، تيشو او سيلز زي ما قلنا اللي هي البيوبسي، بنسميها البيوبسي. عارفين يعني ايه بيوبسي؟ قطعه من التيشو بناخدها. الاسبيريت اللي هي ان انا اسحب فلويد من الجسم، سواء الفلويد ده موجود في البلورال كافيتي زي الاسايتس او في الساينوفيال فلويد، بسحب التيشو اللي هو الخزعه نفسها، صح؟ الخزعه. برافو عليك. اللي هي بيسموها البيوبسي او القزعه. الستون اللي هي الحصوات اللي بتتكون لازم بعمل لها اناليسيس. طيب ايه اشهر سامبلز هنا انتوا شفتوها اللي هي اسهل سامبلز بناخدها من البيشنت؟ طبعا اليورين. اليورين والبلد. لا، في مرضى او في بيشنت يخاف انك تسحب منه البلد، لكن اليورين هو اسهل سامبل. يعني اسهل سامبل انك انت تقول للبيشنت خد الكوبايه دي او خد الكاب دي حط لي فيها يورين سامبل. عشان كده بنقسم اليورين سامبل او بنستخدم اليورين سامبل فيري سامبل، انك انت تستخدم اليورين سامبل زي الراندوم يورين سامبل. واحد عايز يعمل كومبليت يورين اناليسيس، كومبليت يورين انا هاخدها في الكيدني فانكشن طبعا. ايه هي اليورين سامبل؟ كومبليت يورين اناليسيس، البيشنت بيجيب لي عينه يورين وانا بروح اعمل لها اناليسيس بالشريط، بقت اسهل حاجه دلوقتي. يجي بعدها الستولز، ان بعض مثلا البلهاريسيا، الشيستيسوما او اللي بيسموها التريبنوسوما اللي هي الديدان او الانثلمنسز اللي بتكون موجوده في الستولز، بنخلي البيشنت يجيب عينه ستولز عشان يتعمل لها اناليسيس. البلد هنا اللي بتبدا الانفيسيف تكنيك. طالما هشك المريض، طالما هألم المريض، يعني هيكون بينفل للمريض، ده بنسميه انفيسيف تكنيك. يعني اليورين والستولز انا ما قربتش ناحيه البيشنت، هو بنفسه جاب السامبلز
لكن في البلد عملية البلد لما أنا أسحب بلد من البيشنت هنا بدأنا الانفيسيف تكنيك. هعور مش هو معناه أنا بجرح المريض عشان أخد منه عينة. فالبلد هناخده بالتفصيل إيه هي أنواع السامبلز بتاعة البلد. طيب المور أدفانسد اللي هي السيريبلو سباينال فلويد أو التيشو أو الأسبيريت أو الستون، طبعا دول كلهم محتاجين كواليفايد بيرسون، لازم يكون كواليفايد إن هو يقدر يسحب لي السامبلز دي. أكيد كلكم عرفتوا في مثلا شخص طلعنا له ستون من الكدني، عارفين الستون الحصوات اللي في الكدني، طبعا دي عملية جراحية عشان أطلع منه الستونز. واحد شخص تاني عنده تجمع فلويد حوالين الرئة في حوالين اللنج، فعايز أسحب الفلويد ده وأشوف إيه سبب التجمع، ليه الفلويد ده بيتجمع around the lung. واحد عنده كانسر فبضطر أسحب الكانسر تيشو بايوبسي بسحب بالضبط. يبقى دي العمليات دي كلها أو الثري الفور تايبس من السامبلز دول، سواء السيريبرو سباينال أو التيشوز أو الأسبيريت أو الستونز، دي طبعا إحنا مش هنتطرق لها أصلا لأن دي كلها محتاجة operation شغل بتاع عمليات يعني. بس تعقيد. نعم. بالنسبة للي هو فحص التيشو والسيلز اللي هو على على الكانسر. هذه أتذكر أنا لأنه عملتها حق زوجتي. فرحنا عند فيزيشن خاص متخصص بهالأمر. طبعاً. وقاعد يسحب أكثر من عينة يعني تقريبا 23 خزعة. بالزبط. في إبرة طويلة مش عارف إيش يعني مو شغلتها بسيطة متعبة كانت أساسا يعني. إحنا بنسميها minor operation يعني عملية كأن البيشنت بيخش عمليات. بس يعني بنج. بيخش operation. فإحنا ككلينيكال فارماسيست ما لناش علاقة بالقصة دي، لكن أنا هتجيلي السامبلز يعني أنا هتجيلي التيشو عشان أعمل لها تحليل، هتجيلي هيجيلي السيريبرو سباينال فلويد عشان أعمل فيه أناليسز، ده عادي مفيش مشكلة. يبقى احنا هنتكلم بالبلد، وإن شاء الله لما نيجي نتكلم عن الرينال فانكشن تيست هنتكلم بالتفصيل عن اليورين. تمام. الكلام اللي جاي ده بقى مهم جدا، من هنا هيبدأ الكلام المهم اللي هو هيجي في الامتحانات. إيه هي أنواع البلد سامبلز؟ ودي يمكن هنختم بيها المحاضرة بتاعتنا النهاردة، بس الكلام ده مهم جدا لأنه بيجي في الامتحان. طبعا كلنا تسحب مننا عينات بلد، بلاش كلنا شفنا ناس بتسحب منهم عينات بلد. طبعا البلد عندي ثلاث انواع، في بلد ماشي في الفين بسميه الفينس بلد، في بلد ماشي في الارتري بسميه الارتيريال بلد، وفي بلد ماشي في الكابيلاريز او في الشعيرات الدمويه. هم دول ثلاث انواع من البلد سامبلز. يبقى انا ممكن استخدم البلد اللي ماشي في الارتري، استخدم البلد اللي ماشي في الفين، او البلد اللي موجود في الكابيلاري. خلينا نبدا بتاع الكابيلاري. حد يقدر يديني مثال لسامبل شافها كابيلاري بلد؟ البالفينجر دكتور فيها. برافو عليك. الفينجر بانكتشر لما بتخش الصيدلية تعمل تحليل سكر، هو بيشكك ببن بدبوس كده وياخد منك نقطة دم، الدم ده بسميه كابيلاري بلد لأن هو جاي من الكابيلاري. يبقى أنا بستخدم الكابيلاري بلد في التستات السريعة اللي هي مش محتاجة إن أنا أفصل الجزء الفلويد عن الجزء السيلز. دايما بستخدم الفينجر بانكتشر او الشكه بتاعت الدبوس دي immediately. يعني انت بتروح للدكتور او للصيدلي بالجلوكوميتر بيعمل لك شكه وياخد نقطه الدم على طول على الجهاز ويقيس لك السكر. طلعوا دلوقتي اجهزه بتقيس اليوريك اسيد واجهزه بتقيس الكوليسترول، ولما بتيجي تعمل البلد جروبينج لما تيجي تعمل البلد تايب هل هو A ولا B ولا O بنعملها بالفينجر بانكتشر. يبقى ده كله بستخدم الكابيلاري بلد. طب ايه عيب الكابيلاري بلد؟ ان الكابيلاري بلد ما بيدينيش الـ القياس الحقيقي، هو جاست بستخدمه immediately في الحاجات السريعه. يعني واحد دخل لي المستشفى كوماتوزد مغمى عليه، هل هدور له الاول على فين واسحب منه عينه وبعدين بعد ما اسحب العينه افصل منها السيرم او البلازما وبعدين اروح اقيس في البلازما هيكون المريض مات؟ مظبوط. انا عايز حاجه رابد اعرف البيشنت ده عنده هايبوجلايسيميك ولا هايبرجلايسيميك كوما مثلا، فعلى طول باخد صباعه باخد منه فينجر بانكتشر واحط النقطه دي على الجهاز واعرف هل البلد جلوكوز ليفل عنده عالي ولا قليل. واضح. يبقى ده اسمه الكابيلاري بلد. الارتيريال بلد، ايه الفرق ما بين الارتيريال بلد والفينس بلد؟ طبعا اشهر فرق الهوسبيتال صح، برافو عليك، ان هو فيه الاكسجين. الفرق الثاني ان دايما الارتريز بتكون ديب، بتكون مدفونه تحت المسلز، صعب ان انا اوصل لها كويس، لكن الفينز بتكون سوبرفيشال بتكون على السطح بره. يعني اي حد يمسك دراعه كده دلوقتي
البلود فيزلز اللي انت شايفها دي هي الفينز مش الارتري. انا ما اقدرش اشوف الارتري تمام، لكن اقدر اشوف الفينز لان الفينز بتبقى سطحيه سوبرفيشال. يبقى انا عشان اسحب بلود سامبل من الارتري بتكون فيري ديفيكلت، صعبه جدا، وبيحتاج شخص ويل ترين عشان يدخل النيدلز لغايه الارتري. لكن في بعض السامبلز انا محتاج اسحب ارتيريال بلود. لما اجي اقيس البلود جازز ما ينفعش اقيسها في الفين، لازم اقيسها في الارتيريال بلود. يبقى السؤال بيجي في الامتحان، انا امتى بستخدم الارتيريال بلود سامبل؟ بس لما اكون اقيس البلود جازز. ايه هم البلود جازز؟ الاكسجين، الكربون دايوكسيد، والبي اتش. البي اتش بتاعت البلود دايما ليه ما بيظبط الا في الارتيريال الجازز؟ لان الفين ما فيهوش جازز اصلا. الفين بيكون راجع بعد ما السل عملت الميتابوليزم بتاعها، بيكون في سي او 2. اه موجود في سي او 2 بس ما فيهوش اكسجين، مش هتعرف تقيس فيه الاكسجين. تمام، مش هتعرف تقيس فيه البي اتش لان هو مش ريفلكت البي اتش. عمليه سحب العينه من الارتري از فيري ديفيكلت، صعب جدا انك تسحب العينه من الارتري. وانا هبعت لكم فيديو هتشوفوا فيه ازاي بنسحب العينه من الارتري وازاي بنسحب العينه من السيرم. هبقى ابعت لكم الفيديوهات توريكوا ازاي عمليه السامبلنج دي. لكن المور كومن او الموست كومن هو الفينس بلاد. سهل جدا انك انت بتربط المريض دراع المريض، الفين بيظهر، تقوم حاطط النيدل وتسحب منه البلاد سامبل. طيب البلاد اللي طالعه من الفين دي انا بستخدمها ازاي؟ بستخدم منها ثلاث حاجات، يا اما استخدمها از هول بلاد. انتوا عارفين البلاد بيتكون من ايه يا جماعه؟ بيتكون من بلازما وسيلز. البلازما اللي هو الجزء الفلويد الميه، والسيلز اللي هي الار بي سيز الوايت بي سيز والبليتلت. مظبوط. ممكن ان انا استخدم البلاد از اهول بلاد، يعني ما فصلتش الجزء السيلز من الميه، مخلوطين مع بعض. طبعا بستخدمه في حالات ايه؟ في حالات السي بي سي، عايز اعد الار بي سيز، عايز اعد الوايت بي سيز، فبستخدم السامبل از ات از بلاد. بس هنا لازم امنع عمليه التجلط، امنع التجلط، فبسحب البلاد، بسحب البلاد سامبل على الانتي كواجولانت واعمل لهم ميكسينج واسيب السامبل. خلاص كده السامبل جاهزه ان انا اشتغل عليها. دي بنسميها الهول بلاد. يبقى في الهول بلاد سامبل انا دونت سيبريت السيلز عن البلازما، ما فصلتهمش عن بعض. لكن في بعض الاحيان انا مش محتاج السيلز في حاجه، انا عايز اقيس الكيمستري او الانالايت بتاعي اللي دايب في الميه. يبقى انا محتاج افصل السيرم او افصل البلازما، يعني بفصل الفلويد بارت عن السيلولار بارت. ازاي بنفصلهم؟ عن طريق سنتريفيجيشن، ان انا بعمل سنتريفيجيشن فالسيلز تنزل تحت والفلويد يكون فوق، اقوم فاصل الفلويد واشتغل فيه الكيمستري اللي انا عايز اشتغلها. بمعنى اصح كل البارامترز اللي انا بقيسها بتكون دايبه في البلازما. يعني هقيس جلوكوز، هقيس كرياتينين، هقيس يوريك اسيد، هقيس كوليسترول، هقيس ما اعرفش انزيم، هقيس بروتين، كل الحاجات دي دايبه في البلازما. اتفقنا؟ كلها دايبه في البلازما. لما اجي انا اقيسها في اللاب لازم افصل البلازما عن السيلز وابدا اعمل لها الكيميكال تيست. ازاي بنفصل الفلويد بارت عن السيلولار بارت؟ في طريقتين، يا اما ان انا اسحب السامبل واسيب البلد يحصل له كلوتينج، يعني اسيب البلد يتجلط وبعدين اعمل سنترفيوجيشن. ايه اللي حصل هنا؟ كل الكواجوليشن فاكتورز عملت عملية التجلط وحصل لها بريسيبتيشن في التيوب، نزلت تحت. لما جيت عملت سنترفيوجيشن فصلت السيلز عن الفلويد بارت. الفلويد ده بسميه السيرم. يبقى ايه هو السيرم؟ السيرم هو الفلويد بارت اللي بيحصل له ريمينينج بعد البلد ما يحصل له كلوتينج. يعني انت لو سحبت عينة بلد وسبتها يحصل لها كلوتينج، الفلويد بارت الجزء الفلويد ده بسميه السيرم. اتفقنا؟ لكن ايه هي البلازما؟ البلازما هي الفلويد بارت اللي بيفضل بعد الانتي كواجوليتد بلاد ما يحصله سنترفيجيشن. يعني هنا هسحب البلاد على تيوب فيها انتي كواجولانت، يعني منعت عمليه التجلط، وبعدين هعمل سنترفيجيشن فيظهر لي الفلويد بارت. هنا الفلويد بارت هسميه البلازما. يبقى ايه الفرق الجوهري ما بين البلازما والسيرم؟ دكتور، هو لما بنعمل سنترفيجيشن بيكون عندنا تو لايرز بالظبط، السيرم بيكون لفوق والبلازما بيكون لتحت. لا، السيرم فوق والسيلز تحت. صح. السيرم فوق والسيلز. والحاله الثانيه بسحب البلاد على انتي كواجولانت، يعني منعت التجلط، عملت انهبيشن للكواجوليشن كويس،
وبعدين عملت سنترفيجيشن، اللي فوق هسميه بلازما واللي تحت سيلز. طب ايه الفرق ما بين التو سامبلز دول؟ ما هم الاثنين كونتيننج كل الكيمستري، كل الانلايت اللي انا عايزها. فرق وحيد، ايه هو الفرق الوحيد؟ حد يقدر يقول لي ايه الفرق ما بين البلازما والسيرم ككونستيتوينت؟ انه يكون في تجلط بالسيرم. برافو عليكي، السيرم فيه تجلط. طب الكونتنت، ايه الكونتنت اللي فرقت؟ الاثنين عباره عن ميه، الاثنين عباره عن فلويد يعني، والاثنين هقدر اقيس فيهم الجلوكوز، وهقدر اقيس فيهم الكرياتينين، وهقدر اقيس فيهم اليوريك اسيد. لكن في حاجه هقدر اقيسها في البلازما مش هقدر اقيسها في السيرم. حد يقدر يقولها لي وياخد علامتين؟ اللي بده وش الانتي. برافو عليكي. مين الدكتور اللي بتكلم؟ اسمك ايه؟ شوك. شو صح، الانتي كواجولانت. برافو عليكي. لما انا عينت السيرم سبت البلاد يحصل له كواجوليشن، هاجي اقيس البروثرومبين مش الاقيه، هاجي اقيس الكالسيوم مش الاقيه، هاجي اقيس الكلوتينج فاكتورز مش الاقيها. لكن في البلازما انا منعت عمليه التجلط، مظبوط كده؟ يبقى انا لما امنع عمليه التجلط اقدر اقيس الكلوتينج فاكتور. يبقى الفرق الوحيد ما بين البلازما والسيرم ان انا في البلازما هقدر اقيس الكلوتينج فاكتور، لكن في السيرم مش هقدر اقيس الكلوتينج فاكتور. ليه مش هقدر اقيس الكلوتينج فاكتور في السيرم؟ لان كل الكلوتينج فاكتورز حصل لها اكسهوجن في عمليه الكلوتينج او الكلوتينج فورميشن، صح ولا لا؟ ما هو لما حصل كلوت مش هلاقي ثرومبين، مش هلاقي فايبرينوجين، مش هلاقي كالسيوم، اللي هم ال 12 كلوتينج فاكتورز مش هلاقيهم. لكن في حاله البلازما انا عملت انهبيشن لعمليه الكواجوليشن فاقدر اقيس فيها الكلوتينج فاكتور. فهمتوا؟ طيب ايه الفرق في البريباريشن؟ ازاي بحضر السيرم وازاي بحضر البلازما؟ السيرم without anticoagulant، باخد البلاد سامبل without anticoagulant، اسيب البلاد يحصل له كلوتينج وبعدين افصل الفلويد. لكن البلازما بسحب البلاد على البروبر anticoagulant. كلمه بروبر هنا هنعرفها المحاضره الجايه. ليه انا بقول بروبر؟ لان كل بارامتر بقيسه محتاج بروبر anticoagulant، ليه anticoagulant خاص، مفهوم؟ لما بسحب البلاد سامبل على البروبر anticoagulant يبقى انا منعت عمليه التجلط، هعمل سنترفيجيشن، حصل سنترفيجيشن هيفصل الفلويد بارت. الفلويد بارت ده بسميه البلازما. اتفقنا دكتور؟ بس في حاله واحده بنستخدم البلازما اللي هو الكلوتينج فاكتور. لا انت ممكن تستخدم البلازما في كل الحالات، لكن السيرم هو اللي ما تستخدموش في الكلوتينج فاكتور بس. لكن لو انا مثلا العينه جايه لي بلازما وقال لي قيس الجلوكوز اكسبت، مفيش مشكله. العينه جايه لي سيرم وقال لي قيس الجلوكوز اكسبت، لان الاثنين فيهم جلوكوز مفيش مشكله. لكن لما تكون العينه هقيس فيها كلوتينج فاكتور وجات لي عينه سيرم، ينفع اكسبت؟ لا مش هينفع، لان السيرم ما فيهوش الكلوتينج فاكتور. ما فيك ايه؟ لان السيرم ما فيهوش الكلوتينج فاكتور. تمام. طيب البروسيدر ازاي بفصل السيرم والبلازما؟ في منتهى البساطه ان انا السيرم بسحب عينه البلد، مفيش انتي كواجولانت، نو انتي كواجولانت، اسيب السامبل لغايه ما يحصل لها كلوتينج تقريبا لمده نص ساعه، اعمل سنترفيوجيشن عند 1000 ار بي ام لمده 10 مينتس، هلاقي الكلير سوبرناتنت، هو ده اللي اسمه السيرم. طيب في حاله البلازما هسحب البلد على التيوب كونتيننج بروبر انتي كواجولانت، يعني انتي كواجولانت مناسب، هعمل ميكسينج، لازم اعمل ميكسينج ما بين البلد وما بين الانتي كواجولانت باي انفيرجن مش شيكينج. ما ينفعش اعمل شيكينج، لان لو عملت شيكينج الار بي سيز هتتكسر ودي هتعمل لي ايرور، هنعرفه المحاضره الجايه. وبعد كده اعمل سنترفيجيشن لمده 10 دقائق هيديني الكلير سوبرناتنت اللي هو اسمه البلازما. دكتور سؤال. ايوه خليني بس نعمل اتفضل اتفضل الجمله دي ونسال. الهول بلاد ان انا هسحب البلاد سامبل على البروبر انتي كواجولانت واونلي هعمل ميكسينج، بس مش هعمل سيباريشن هنا، مش هعمل سنترفيجيشن، لان انا محتاج الهول بلاد، محتاج الجزء الفلويد ومحتاج الجزء السيل. عشان الخص الكلمتين المهمين اللي احنا قلناهم دول، انواع البلاد سامبل ثلاثه، كابيلاري وارتري وفين. الكابيلاري بستخدمها immediately في حاله ان انا emergency عايز اخد سامبل سريعه. الارتيريال بلاد بستخدمها بس عشان اقيس البلاد جازس اند بي اتش، وده سؤال جاي في الامتحان طبعا. الفينوس بلاد اسهل سامبل اخدها هي الفينوس بلاد، في منها ثلاث انواع، في الهول بلاد، في السيرم، وفي البلازما. الهول بلاد مش محتاج انك انت تفصل الفلويد عن السيلز، فبسحب البلاد على انتي كواجولانت واعمل ميكسينج باي انفيرجن، دونت شيكينج، نيفر انك انت تعمل شيكينج للبلاد سامبل. السيرم
بسحب البلاد سامبل على بلين تيوب. يعني ايه بلين تيوب؟ يعني ما فيهاش انتي كواجولانت. الاو البلاد تو كلوت، هسيب البلاد يحصل له كلوتينج وبعدين اعمل سنترفيجيشن لمده 10 دقائق فيفصل لي السيرم. البلازما بسحب البلاد على البروبر انتي كواجولانت، بحط ال اعمل ميكسينج باي انفيرجن وبعدين اعمل سنترفيجيشن لمده 10 مينتس هيفصل لي البلازما. ايه الفرق ما بين السيرم والبلازما في الكونستيتوانت؟ البلازما كونتيننج الكلوتينج فاكتورز. يعني لو انا عايز اقيس اي واحد من الكلوتينج فاكتورز بستخدم البلازما، دونت يوز ذا سيرم. بقيه البارامترز كلهم موجودين. الصوره اللي قدامكم دي طبعا فيها شكل السيرم، ده شكل السيرم اهو الفلويد بارت بيل يلو، وده شكل الكلوتينج او التجمع الدموي اللي هو السيلز. السيلز موجوده هنا. في لينك محطوط على قدامكم اهو دلوقتي. طبعا انا هسيب المحاضره كلها على اليوتيوب، لو دوست على اللينك ده هيطلع لك البروسيدور بتاعت سحب السيرم وازاي بنفصل السيرم عن السيلز. تمام، المحاضره الجايه ان شاء الله نبدا في ايه هم الانتي كواجولانت اللي بنستخدمهم وازاي بنستخدمهم ازاي. في مجال سؤال دكتور؟ اتفضل. بالنسبه للسيرم ليش احنا بنعمل سنترفيجيشن بما انه راح يفصل لحاله؟ يعني لا مش هيفصل في حاله، هو هيحصل كلوتينج بس مش هيفصل لحاله، لازم تعمل سنترفيجيشن برضه. مش بينزل لحاله لما يسوي كلوتينج بينزل لحاله؟ لا هتلاقي البلاد كله تمام. عباره عن تجمع دموي عامل زي واحدة. كتله واحده لازم تعملها سيبريشن. فين شوق بس عشان تفكرني بالعلامتين بتاعتك؟ هلا دكتور. شوق احمد سالم مظبوط كده؟ طيب زي ما انتم شايفين انا كل محاضره هقول سؤال واللي هيجاوب او اللي هيشارك معايا هيكون ليه علامتين بونص او عدد من العلامات بونص. هنحل كيسز مع بعض وخلال الكيسز دي هيكون في درجات بترصد. هي دي المشاركه اللي انا كنت بكلمكم عليها، مش المشاركه انك انت حضرتك حاضر وبس، حاضر بالاسم مش موجود معايا في المحاضره. في حد عنده سؤال قبل ما نقفل المحاضره؟ وان شاء الله نتقابل بكره. الفيديو هينزل بس سؤال. اتفضل دكتور. السيرم بي انتي بادي ولمفاتيك سيل؟ طبعا في انتي بادز. السيرم في انتي بادز يعني نفس البلازما؟ هو نفس البلازما، الاختلاف الوحيد في الكلوتينج فاكتور فقط. تمام دكتور. دكتوره حتنزل هالمحاضره.